صراحة عجبتني ازاي تعلم الولد الوطنية من صغره. نروح لبعد كده لمنتخب الاسبوع، اللعيبه اللي تالقت ده قطاع الناشئين فنيا وسلوكيا. في حراسه المرمى مروان صلاح مواليد 2004، خط الظهر من اليمين حسوم محمد مواليد 2000، عادل زينهم 99، مصطفى الياس 2000، واحمد عربي 2002، كريم سعد الله في خط الوسط 2002، ومحمد صلاح 2004. تحت المهاجم عمر سيد معوض، ابن كابتن سيد معوض ما شاء الله، عمر من اللعيبه الممتازه 2006، ومحمد فخر اللي بيعيش حاله ما شاء الله، حاله تالق مواليد 99، وعبد الرحمن ممدوح 2004، وسيف الطيب مواليد 2005. هنروح دلوقتي بقى للفقره يعني اللي احنا عملناها هنا في برنامج الاشبال، زي ما قلت لحضراتكم فريق المستقبل. في كل حلقه دايما هنتكلم عن نجم او عن موهبه، بنقدم فريق المستقبل المكون من 11 لاعب لمستر فايلر في الفريق الاول. زي ما اقول لحضراتكم لو استبدل لعيبه الفريق الاول باللعيبه اللي احنا هنقدمها له هيكونوا على نفس المستوى. عجبني قوي كمان شعيب المساعد لفايلر في الفريق الاول، دايما بيتابع قطاع الناشئين ودايما بيدي تقارير عن اللعيبه داخل قطاع الناشئين. نجمنا النهارده هو شادي رضوان، شادي رضوان اللي اتكلمنا عنه كان اول برنامج يتكلم عنه او يقدمه ويعرف جميل النادي الاهلي بيه كان هنا برنامج الاشبال. نروح نشوف للتقرير ده عن شادي رضوان ونرجع لحضراتكم. لسه مش جاهزين؟ طيب دي بطاقه التعارف لشادي رضوان. شادي رضوان زي ما شفنا حضراتكم هو من يعني اللعيبه من لعيبه النادي الاهلي اللي تم اكتشافه من اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره، وزي ما بقول لحضراتكم اتكلمت عنه جريده الجارديان البريطانيه واتكلمنا عنه هنا في برنامج الاشبال. التقرير جاهز يا دكروني؟ نشوف التقرير ده عن شادي رضوان، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحلم مجرد فكرة تتحول إلى طريق ثم مشروع تنتهي بحقيقة. كلمات تلخص مشروع نجم المستقبل وفريق الأمل للأهلي، اسمه شادي رضوان، لاعب فريق 2001 بالقلعة الحمراء. شادي رضوان قصة جميلة في عشق وحب الأهلي. بدأ حياته في المنصورة، لفتت موهبته أصدقاءه، فتحركت الأسرة على الفور لتحقق حلمه بالالتحاق للأهلي. انضم لأكاديمية النادي هناك، وقبل مرور 70 يوما كانت العين الخبيرة الثاقبة ترشحه للسفر إلى القاهرة للانضمام لقطاع الناشئين. لم تكن الحياة وردية، خضع لاختبارات جديدة في ملاعب النادي بمدينة نصر، لكن منذ الوهلة الأولى كان عبد النبي عاشور وأسامة عباس قد اتخذوا القرار. تم ضم شادي رضوان إلى القطاع، لفت الأنظار بموهبته العالية وسرعته الفائقة حتى أطلق عليه البعض فراري، شبهه آخرون بالحاوي وليد سليمان. أصابته عين الحسود حين اخترته صحيفة الجارديان ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم، فتعرض للإصابة لكنه عاد أقوى مما كان للتألق مع فريقه، فتلقى عروضا بالجملة مصرية عربية، وكان آخرها العين الإماراتي. شادي رضوان فراري الأهلي. الأشبال يضعه أمام عيون سويسري ريني فايلر ليكون بوابة الوصول للتتش، الحلم الأهم والرئيسي للفتى الشاب. ده يعني شادي رضوان اللي احنا اتكلمنا عنه كتير. شادي رضوان احد الانديه الاماراتيه كان مهتم بيه خلال الفتره اللي فاتت وبيتابعه وبيراقبه، وقدموا عرض للنادي الاهلي عايزين شادي رضوان. شادي رضوان يعني من مصادرنا او على مسؤوليتنا ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون متواجد في معسكر النادي الاهلي اللي ممكن يكون موجود ان شاء الله اخر الشهر في الامارات مع الفريق الاول. لو ما كانش متواجد هيكون موجود مع الفريق الاول بعد عوده الفريق الاول من الامارات، هيكون متواجد خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق لشادي رضوان ان هو فعلا موهبه صاعده واعده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح دلوقتي يعني لفقره فقره حلوه. دايما بنشوف اللعيبه النجوم الكبار زي نيمار، زي راموس، زي دي بروين بتاع مانشستر سيتي، دايما بنتابع النجوم الكبيره
وهي في الدوريات الأوروبية، لكن ما شفناهمش هم صغيرين. هنروح نشوف دلوقتي النجوم الكبار وهم صغيرين دلوقتي ونرجع لحضرتك.